الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الدعاة والمصلحين النبي العربي الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفضليات، ممثلي الصحافة والإذاعة والتلفزة ووكالات الأنباء والمواقع الإلكترونية، أحييكم أطيب تحية في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي، وأشكر لكم هذه الاستجابة لحضور هذا المؤتمر الصحفي. أيها الإخوة والأخوات، لا بد أن نتوقف اليوم أمام بعض القضايا والمحطات وأن نسلط عليها الضوء وفق رؤيتنا الواضحة وضمن العناوين التالية: الاعتقالات على الساحة الأردنية. فوجئ الحزب بحجم الاعتقالات التي تتم بحق النشطاء السياسيين والمطالبين بالإصلاح والمدافعين عن قضايا الأمة، وفي مقدمتها قضية القدس والمسجد الأقصى، والتي كان آخرها اعتقال الأستاذ زكي بن رشيد الأمين العام الأسبق لحزب جبهة العمل الإسلامي ونائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين. وقد وصلت الأمور إلى اعتقال العديد من المواطنين لمجرد دفاعهم عن أرزاقهم ولقمة عيشهم في مشهد يؤكد وجود ردة حقيقية عن الإصلاح وعودة للقبضة الأمنية وسيطرتها على الدور السياسي، متسلحة بما يسمى قانون منع الإرهاب، والذي هو قانون للإرهاب يستخدم لإرهاب الشعب الأردني وقمع وسلب حرياته بذرائع ونصوص غير دستورية وبتهم جاهزة ومفصلة ومعلبة. وقناعتنا أن هذه الاعتقالات مسيسة ومبيتة وأنها غير مبررة وتستهدف كل صوت حر في هذا الوطن، وتستهدف كذلك إضعاف صوت الحركة الإسلامية في المجتمع الأردني في مجالات الإصلاح ومكافحة الفساد أو دفاعها عن المسجد الأقصى والقدس الشريف. إننا في حزب جبهة العمل الإسلامي ندين هذه الاعتقالات والتي ستساهم في تعميق الأزمات في البلاد وتزيد من حالة الاحتقان الشعبي والتوتر المجتمعي وتزيد من تصحير الحياة السياسية بدل العمل على تنميتها، بحيث لا يبقى صوت معارض للسياسات الحكومية في ظل إقليم أو في الوقت الذي يحتاج فيه الوطن إلى تعزيز الجبهة الداخلية والمحافظة على الأمن والاستقرار في ظل إقليم ملتهب وأوضاع داخلية في غاية الصعوبة. ونؤكد في هذا المقام أن هذه الاعتقالات ومحاولة الإساءة والتشويه والانتقاص من موقفنا الوطني لا تزيدنا إلا إصراراً على القيام بواجبنا الوطني، ولن نقبل أن ننساق وراء هذه الاستفزازات، فالوطن وأمنه واستقراره
ومصالح شعبنا الأردني وخدمة ديننا هي بوصلتنا التي لن نسمح لأحد كائنا من كان أن يشغلنا عنها، كما أننا لن نتوقف عن المطالبة بحقوقنا وبكل الوسائل التي كفلها الدستور الأردني. في المجال الإصلاحي، حيث ما زال المشهد متواضعاً وهناك تخطيط ممنهج لإجهاض مشاريع الإصلاح والتي نرى أنها ضرورة لا تحتمل التأجيل والمماطلة والتسويف تحت أي مبررات وذرائع غير مقبولة، وإنما جرى من إصلاح لا يلبي تطلعات أبناء الشعب الأردني الذين يتوقون إلى بناء نموذج أردني متميز ويعكس حالة التوافق الوطني، بحيث يعطى المواطن دوراً حقيقياً في المشاركة وصنع القرار الوطني. فالحكومة مطلوب منها مغادرة قانون الصوت المجزوء الواحد لإفساح المجال لمشاركة شعبية حقيقية وإنتاج برلمان يمثل الأردنيين ويقوم بدوره المنشود في الرقابة والتشريع، مؤكدين استمرارنا بالعمل والمطالبة بتحقيق الإصلاح الحقيقي المنشود ووضع حد للفساد والفاسدين. كما أننا سنفعل ملف الإصلاح من جديد، حيث لا زال الإصلاح بطيئاً، وسنعمد خلال الشهر القادم إلى عقد ملتقى وطني مع شركائنا في الإصلاح من أجل التفاهم والتوافق على آليات الحراك الإصلاحي القادم في ظل السياسات الحكومية المتمثلة في رفع الأسعار وتقييد الحريات العامة والتباطؤ في محاسبة الفاسدين. أما الوضع الاقتصادي فما زال الوضع صعباً ولا يبشر بحلول حقيقية على المدى المنظور، رغم حديث الحكومة عن تعافي الاقتصاد الأردني ونهوضه، إلا أننا نؤكد أن الأزمة الاقتصادية ما زالت متفاقمة في ظل ارتفاع المديونية واتجاه الحكومة لمزيد من الاقتراض، والذي سيصل حجمه في العام القادم إلى 6 مليارات دينار كما ورد في موازنة الحكومة، مما يشكل ضغطاً هائلاً على الاقتصاد الوطني وقدرة الحكومات على السداد، الأمر الذي سيساهم في إضعاف وإيقاف النمو الاقتصادي ويدفع البلاد لمزيد من الاقتراض بشروط دولية تخل بالسيادة والقرار الوطني، وهو ما حل مع كثير من الحكومات والدول التي وجدت في الاقتراض حلاً آنياً لمشاكلها الاقتصادية. وفي هذا السياق فإننا نرى أن الحلول الترقيعية في معالجة هذه الاختلالات بالتوجه إلى جيوب دافعي الضرائب ورفع أسعار الكهرباء لن يحل المشكلة أبداً، بل سيزيد الضغط على المواطن الأردني بعد أن عانى من ارتفاع الأسعار وارتفاع السلع الضرورية ورفع الرسوم والخدمات والضرائب خلال العامين الماضيين. والمطلوب أن تتجه الحكومة إلى حلول ناجعة وفي مقدمتها العمل على آليات لتحفيز الاقتصاد الوطني وإيجاد بيئة مريحة للاستثمار والتوجه
والتوسع لإقامة مشاريع كبرى مثل استخراج الزيت الصخري ومشاريع النحاس والطاقة البديلة. أما فيما يخص الاعتداءات الصهيونية على المقدسات، فلقد جاءت الاعتداءات والانتهاكات الصهيونية على المقدسات وفي مقدمتها المسجد الأقصى كنتيجة لصمت النظام الرسمي العربي والتخاذل الدولي. وإن مما يشغل بالنا هذا التحدي لمشاعر الأمة من عصابات الكيان الصهيوني الغاصب والتطاول السافر على هيبة الأقصى ومواقف زعماء الصهاينة وتهديداتهم المتواصلة المعلنة ضد النظام السياسي الأردني والتطاول على السيادة الأردنية الوطنية، الأمر الذي نرفضه رفضا قاطعا. ورغم تقديرنا للخطوات التي اتخذتها الحكومة في التعاطي مع هذا الملف، إلا أننا نرى أنه لا بد من مواقف أكثر حزما في مواجهة هذه الاعتداءات، ونرى أن في مقدمة هذه الإجراءات طرد السفير الصهيوني من عمان وإلغاء اتفاقية استيراد الغاز الطبيعي ووقف التنسيق الأمني وصولا إلى إعادة النظر باتفاقية وادي عربة. ونؤكد هنا على أن موقفنا الثابت في نصرة قضية فلسطين وفي قلبها القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك، وسنستمر في إقامة الفعاليات والنشاطات نصرة لأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. وفي هذا السياق فإننا نعلن أننا سنعقد مؤتمرا وطنيا لإنقاذ القدس، وسيكون موعده يوم السبت الموافق 13/12/2014، وقد بدأنا الإعداد لهذا المؤتمر والذي ستوجه فيه الدعوات لأكثر من 2000 شخصية في هذا الوطن للدفاع عن المسجد، كما أننا خاطبنا فروعنا في المناطق من أجل إحياء هذه المناسبات وإقامة الفعاليات دفاعاً عن المسجد الأقصى المبارك. وفي موضوع التحالف الدولي فإننا نؤكد على موقفنا الثابت من أننا نرفض العنف والتطرف وندينه بشدة أيا كان مصدر الجهة التي تمارسه، إسلاميا كان أو غير إسلامي، ولا نبيح القتل إلا مع من يحتل أرضنا ويدنس مقدساتنا. ونؤكد أيضا على رفضنا التام لأي تدخل أجنبي وفي أي شأن عربي أو إسلامي، حيث ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن التدخلات الأجنبية لا تخدم إلا أجندات هؤلاء وتجر على البلاد الويلات والأزمات والفوضى والقتل وانتهاك حرية الإنسان والتطاول على كرامته وأمنه واستقراره. وكانت سببا رئيسا في نشوء ظاهرة التطرف والعنف وسببا في تمزيق البلاد والعباد. أيها الإخوة أيتها الأخوات، وأما مطالبنا فهي على النحو التالي: ندعو الحكومة للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين في الوطن، وعلى رأس هؤلاء الأمين العام الأسبق لحزب جبهة العمل الإسلامي ونائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين الأستاذ زكي بن رشيد، ونطالب الحكومة بإغلاق ملف الاعتقال السياسي، فهو لا يخدم إلا أعداء الأمة الذين يتربصون بها.
نطالب الحكومة بإلغاء قانون مكافحة الإرهاب والاكتفاء بما ورد في القوانين الأخرى ومنها قانون العقوبات. الامتناع عن رفع أسعار الكهرباء ووضع آلية واضحة وشفافة لتسعير المحروقات في ظل الانخفاض العالمي لأسعار النفط والذي زاد عن 30% منذ شهر حزيران الماضي. رابعاً، الدعوة إلى حوار وطني شامل مع كافة القوى المؤثرة على الساحة الأردنية للاتفاق على ملامح المرحلة المقبلة والتوافق على قانون انتخابي يؤسس لمرحلة سياسية هامة ويتم من خلاله تجاوز الانعكاسات السلبية لقانون الصوت الواحد المجزوء ليتحمل الجميع مسؤولياتهم الوطنية في حمل الملفات والتصدي للأزمات التي تواجه الوطن. خامساً وأخيراً، إيلاء ملف الأقصى أهمية قصوى من الحكومة ووضع الخطط الكفيلة بإيقاف التصعيد الصهيوني واتخاذ القرارات الأكثر حزماً لتنسجم مع حقيقة الوصاية الأردنية على الأقصى والمقدسات. والله من وراء القصد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.